متابعي نبض البلد، أهلا بكم. نستكمل اليوم وإياكم حوارات كنا أطلقناها منذ بداية الأسبوع الحالي مع التيارات والاتجاهات السياسية المختلفة، كل على حدة، والتي استمعنا فيها إلى وجهات النظر المختلفة في القضايا المطروحة على الساحة السياسية الأردنية. اليوم نختتم أسبوعنا في هذا الحوار بالاستماع وإياكم إلى اتجاهات ورأي حزب الوسط أو أحزاب الوسط في الأردن، فكيف يقرؤون المشهد السياسي الحالي فيما أنجز من إصلاحات وما هو مرتقب؟ والحديث هنا طبعا عن قانون الانتخاب الذي بات في حكم الإقرار. وقبل ذلك لابد من الحديث عن أحزاب الوسط في الأردن، تمثيلها ووجودها وفاعليتها ووجوهها وتبدلات مواقفها في زمن الربيع الأردني. هل أنجزت هذه الأحزاب ما يمكن ذكره وما يستدعي أن يسجل منجزا وطنيا في خارطة الإصلاح الوطني؟ ولا بد من طرح أيضا سؤال واضح عن مدى التقائها فيما بينها على تعريف الإصلاح السياسي أو خارطة الطريق إلى أمل الأردن المنشود. من هنا يسمح لنا أن نستضيف المهندس مروان الفاعوري، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، والأستاذ محمد أرسلان، أمين عام حزب الاتحاد الوطني. أهلا بكما ضيفي الكريمين. يا أهلا بك. أنا رئيس اللجنة السياسية في حزب الوسط، عضو المكتب السياسي، كنت أمين عام سابق. سيدي أمين عام سابق رئيس لجنة، وإن شاء الله تكون كمان قادم في السابق والقادم، خلينا نقول. أعرف الحال. أيضا أعزائي المشاهدين، يمكنكم التواصل ونستفيد أيضا من آرائكم ومداخلاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، والإجابة على السؤال الحلقة أيضا عن دور الأحزاب الوسط، وأيضا الاتصال الهاتفي المفتوح عبر هاتف البرنامج الذي يظهر، وتويتر أيضا، والرسائل النصية SMS. أبدأ معك مهندس مروان، يعني ما تقييمك حقيقة فيما أنجزناه الآن من مجموعة بنى تشريعية، من مجموعة إجراءات إصلاحية؟ هل أننا ما زلنا متأخرين أم أننا أنجزنا شيء يمكن أن نقبل به مرحليا ثم يمكن أن نطوره في مرحلة لاحقة؟ بداية شكرا على هذا اللقاء الذي ينصف أحزاب الوسط في إبراز رؤيتها للشارع الأردني، ذلك أن الشعب الأردني بطبيعته شعب وسطي يكره الإفراط والتفريط ويكره التطرف والغلو بكافة أشكاله. الحقيقة أنا أعتقد أن انعكاسات الربيع العربي ألقت بظلالها على الأردن كما كانت في كل العالم العربي، بل تعدت خارج هذا العالم. وفي تقييمنا في حزب الوسط الإسلامي أن الأنظمة السياسية العربية لم تكن متساوقة أو متساوية في ردود فعلها تجاه نبض شعوبها أو في رد هذه الأنظمة تجاه الشعوب، فبعضها التقط الإشارة وبادر بالإصلاح بخطى متفاوتة، والبعض الآخر رفض أن يستجيب لهذه الشعوب، وكان رده بالدبابات والصواريخ والقصف والقتل وما نشاهده في كثير من البقاع المجاورة. الأردن كان حقيقة متميزا هو والمغرب في أنه التقط الإشارة وبدأ في الإصلاحات السياسية، لكن يغيب عن البعض أن التحدي هو الإصلاح الاقتصادي. الناس تبحث عن لقمة العيش، تبحث عن الطمأنينة على مستقبلها الاقتصادي قبل الحديث عن الإصلاحات السياسية، وهنا أنا أشعر بقلق شديد جدا من إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات مما سينعكس على كافة الشرائح، وأعتقد أن هذا قرار غير مدروس، قرار ينبني على مجازفة ومخاطرة وتأزيم للوضع في البلد. أدعو من خلال هذا المنبر الكريم جلالة الملك إلى أن يتدخل لوقف هذا القرار الجائر الذي أزعج كل الشعب الأردني بكافة مستوياته، لأن هذا يعني مس كل شرائح المجتمع الأردني في رفع البنزين 90. أعتقد أن منظومة الإصلاحات السياسية، إذا يعني سمحت لي أن أدخل في صلب الإجابة على هذا السؤال، الأردن استجاب بشكل إيجابي لمتطلبات الشعب في إصلاحات دستورية. كان لدينا أمل أن نصل إلى دستور 52، وصلنا إلى دستور 52 ثم تجاوزنا. عدلنا 42 مادة في الدستور، يعني ما فوق
المطالب الشعبية. كان هناك أيضا إقرار لهيئة مستقلة للانتخابات، كان هناك إقرار أيضا لقانون أحزاب، محكمة دستورية. وأعتقد أن هذه المحطات تشكل نقلة حقيقية في الحياة السياسية. الفساد تم محاصرته، الفاسدين مرعوبين، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير جدا. ملفات كثيرة مفتوحة، في تقديري لن يقوى أحد على إغلاقها. طيب أستاذ محمد أرسلان، يعني ما هو رأيك مثلا في قانون الأحزاب؟ هل تعتقد أنه يلبي طموح؟ سيدي، يعني هو لا شك إننا نحن في الأردن قطعنا دور لا بأس فيه في موضوع الإصلاح، وأنا أعتقد أن موضوع الإصلاح لم يكن وليدة الربيع العربي، ولا جاء نتيجة للضغوطات التي تمت في الربيع العربي، وإنما هي مسيرة سياسية قديمة عمرها سنين. فبالتالي أنا أعتقد أنه ما في عندنا مشكلة حقيقة في الأردن في القوانين بثانوياتها ببنودها. نحن عندنا في مشكلة في نظرة أو نظرات مختلفة لموضوع الإصلاح. كثير من الجهات السياسية الأردنية أو الحركات السياسية الأردنية ترى تنظر إلى الإصلاح من منظور يختلف عن الآخر. فبالتالي أصبح موضوع الإصلاح وموضوع تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي الأردني أصبح موضوعا اجتهاديا، الكل له نظرة. يعني حتى على مستوى الحزب الواحد بتلاقي دائما أنه في أكثر من طرح وأكثر من رأي ضمن الأحزاب نفسها، ولكن يجب أن نكون جميعا متفقين على مجموعة من الأسس والقضايا الأساسية التي لها علاقة بهذه القوانين، كقانون الأحزاب وقانون الانتخابات والهيئة المستقلة وغير ذلك. يعني نحب أن نضمن أن يكون هناك توجها ديمقراطيا في المشاركة الشعبية في الحكم، وهذه قضية أساسية. نود أن نرى أن يكون هناك تمثيلا جيدا وتمثيلا عادلا للمواطنين في موضوع التمثيل. في موضوع الأحزاب القانون بشكل عام جيد، وأصلا نفس القانون لم يكن عليه الكثير من الاجتهاد والعنف واللغط، وإنما كانت هناك اجتهادات ثانوية، ونحن احتجينا كثير على موضوع العقوبات اللي كانت تنال العدد والأعداد والأمور، يعني هذه كليات بنقدر نتجاوزها، ولكن اللغط الكبير والصراع الكبير هو على قانون الأحزاب. وبصراحة يعني حتى في حزب الاتحاد الوطني، وأنا متأكد تماما في كل الأحزاب الأخرى، بتلاقي دائما أشخاص وقيادات وممثلين لقطاعات ضمن الحزب عندهم آراء تختلف ولا تتفق على نفس المفهوم. في نهاية المطاف نحن كحركات سياسية أردنية نحن حابين نشوف القوانين بأنها أولا تضمن المشاركة للأغلب، المشاركة للأردنيين بشكل عادل، ثانيا أن يكون هناك تحفيز للعمل الحزبي السياسي، وهذه قضية مهمة جدا، ثلاثة نود أن نرى انتخابات نزيهة، لأنه لو أنت جبت أحسن قانون الكل متفق عليه ولم يطبق هذا القانون بحذافيره وقلته واحد، يعني بصريح العبارة بدنا ضوابط لهذا القانون في العملية الانتخابية، وبدنا نشوف مراقبة أفضل في المرات القادمة. فبالتالي يعني موضوع الإصلاح هو موضوع اجتهادي، على الأقل نحن راضين في حزب الاتحاد الوطني ونقول إنه القضية تراكمية، ثم أن التعديلات تأتي حسب متطلبات الوضع، ويستطيع تستطيع البرلمانات القادمة أن تغير من هذه القوانين كما تشاء، ولكن على الأقل نحن بنكون ضمن القواعد العامة للعبة السياسية وبنمشي عليها. أتوقع أن نحن بنوصل إلى بر الأمان في هذا الموضوع. أي مدى تعتقدوا أنتم في الأحزاب الوسطية مهندس والأستاذ محمد أيضا أن هذه الإجراءات الإصلاحية ستمس بأحزاب الوسط وسترتقي بدورها، وأيضا العكس، يعني إلى أي مدى أنتم تجدوا نفسكم فاعلين في المشهد أسوة بالقوى السياسية الأخرى الموجودة، وأنكم مؤثرين في الحوار الوطني وما أنجز أيضا من كيف كانت تقدر آراءكم، كيف كانت تقدر أفكاركم، جلسات حواركم كيف تقيموها، هذه الجلسات التي عقدت ربما مع حكومات، ربما مع برلمانيين، ربما مع نخب سياسية أخرى، هل هناك رأي بأن الأحزاب الوسط قادرة بأن تشكل كتلة مثلا موازية للكتل الأخرى التقليدية من الأحزاب الأخرى؟ إذا سمح لي الأستاذ مروان تفضل. كانت هناك محاولات حقيقية، يعني كان في اتصال بين مجموعات من الأحزاب الوسطية. يعني أنا دائما بختلف في تسمية حزب الوسط، لأنه حزب الوسط أو الوسطية تعني قضية قياسية ما بين شيء وشيء آخر، وإنما نحن أحزاب ديمقراطية وطنية أردنية. فبالتالي كانت هناك محاولات، واجتمعنا على موضوع قانون الانتخابات، كان هناك 14 حزبا، واتفقنا على ثوابت أساسية فيما يخص منظومة الإصلاح الأردنية. ثم
عقدنا مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الأحزاب الأردنية، ولكن المشكلة بأن عندما صدر قانون الانتخابات من الحكومة وقدم، حقيقة أخذ جزئيا ببعض المطالب التي طلبت مثل القائمة النسبية المغلقة وغير ذلك. ثم دخل القانون الآن في البرلمان وهو في الدراسة في اللجنة القانونية في مجلس النواب. يعني بكل صراحة أنا بتصل مع العديد من النواب وأتصل مع الكثير من الذين يراقبون، ترى ما حدا فاهم بالضبط القانون وين رايح. يعني بنقرأ الجرائد اليوم بحكوا أنه صوت الدائرة زائد 17 قائمة وطنية، قائمة وطنية على مستوى هل يرضيكم هذا؟ يعني شوف المطلب الأساسي للأحزاب السياسية الأردنية كانت قضية مهمة جدا، نريد أن نحفز الأحزاب السياسية للعمل السياسي الأردني القادم، لأننا يجب أن نخرج من موضوع حكومات تأتي بدون برامج واضحة وتخرج ولا تعرف ولا تعلم لماذا خرجت أو دخلت. نريد أن نرى حكومات برلمانية منتخبة تحمل فكرا سياسيا وبرامج واضحة المعالم ولها معالم ومؤشرات يستطيع الناخب أن يحاسب هذه الحكومة عليها. ونحن المشكلة اللي نحن واقعين فيها اليوم إن كانت الاقتصادية أو السياسية هي تقلبات الحكومات التي تأتي بدون رسائل واضحة. يمكن هذا له حديث ربما له صلة بالمشهد العام بشكل عام، يعني من غير الآخرين، يعني هل موقفكم كأحزاب أو صفتكم كأحزاب وسطية مهندس مروان فاوري تعتقد أنها يعني تلقي بظلالها على حجم تأثيركم أو حجم من نظرة للوزن والقوة التي تمثل هذه الأحزاب؟ يا سيدي، حتى هذه اللحظة الشعب الأردني لم يجد ما يحفزه وما يفتح شهيته للانخراط في الأحزاب السياسية من خلال الإرادة الفاعلة للدولة، ولا زالت الأحزاب السياسية يراد لها أن تكون أشتال زينة على أبواب الحكومات. وأنا أعتقد أن قانون الأحزاب الأخير شكل ردة في مسيرة الإصلاح، وأنا تشرفت في أني كنت رئيس لجنة الأحزاب في لجنة الحوار الوطني، وأخرجت لجنة الحوار الوطني قانونا توافقيا أيدته المعارضة والموالاة على حد سواء، وكان جيد والكل شهد في أنه كان جيد ومقبول. للأسف أن الحكومة السابقة قدمت هذا المشروع للبرلمان والبرلمان وافق عليه، عكس كل القضايا التي أرادتها الأحزاب السياسية ولجنة الحوار الوطني. أول هذه القضايا كانوا لا يريدوا أن يكون لغة الخطاب في القانون لغة عرفية من خلال تبعية الأحزاب لوزارة الداخلية، قالوا خلينا نخلي الهيئة المستقلة أو وزارة العدل أو التنمية السياسية إلا وزارة الداخلية، ونصوا على مادة في القانون أن وزير الداخلية بعين أمين سر اللجنة، أمين سر اللجنة تاعت الأحزاب، مش أنه بتركوها للجنة نفسها بتختار مين أمين السر، لا الوزير أيضا بعين أمين سر اللجنة. ممنوع تعدل القانون نظامك الداخلي إلا بموافقة لجنة الأحزاب في وزارة الداخلية. عندك قائمة طويلة جدا من المحظورات والممنوعات والعقوبات، يحظر يمنع تحت طائلة المسؤولية إلا مادة واحدة يجوز لوزير الداخلية حل الحزب في الحالات التالية. هذا ما زال موجود بالقانون الجديد. هذا القانون الجديد، شو معنى شو معنى وجود قانون؟ هل هو ديكور مجرد انه بس دخلنا قانون؟ انا اعتقد انه تجسدت في قانون الاحزاب الاخير روح الرفض والاقصاء للحياة الحزبية في الشارع الاردني. طب. ولم يكن قانونا مرحبا بالاحزاب السياسية او جاذبا للناس. هل تعتقد انكم ستخسروا من هذا القانون كاحزاب وسط؟ أنا أعتقد أن السياق العام لما يجري في المنطقة والاستجابة التي يبديها جلالة الملك يعني طموحات الشباب في أنهم يريدوا بناء دولة حديثة دستورية، دولة مؤسسات، أكبر من معيقي الإصلاح، أكبر من تيار الإقصاء السياسي. طب الملك يريد الناس أن يندمجوا بالأحزاب، ما لماذا؟ هل الناس يعمل ضد هذه الرؤى؟ القانون لا زال حتى الآن يمنع شباب الجامعات، وأنت يعني أستاذ جامعي، يمنعهم من أن يمارسوا العمل الحزبي. القانون يمنع إقامة الأندية الانتساب للأندية إذا كنت حزبيا، يمنع أشياء كثيرة جدا. هناك 36 عائق أمام المواطن، يعني بعث عوائق كثيرة جدا أمام الناس والشباب للانخراط بالأحزاب السياسية. أنا بعتقد أنه احنا كان لنا إسهام كبير جدا في تقديم آراء تؤكد على ضرورة الإصلاح بشكل توافقي في إطار التراضي الوطني، بعيدا عن تقليد تجارب في ليبيا ولا في سوريا ولا في مصر، لأن الحالة الأردنية حالة خاصة، نحن أسرة واحدة يستجيب فيها قائد
هذا الوطن لشعبه. صحيح قد نختلف في مستوى الإصلاح الذي نريده، لكن في النهاية هناك رغبة من الجميع في أن يسير الوطن نحو الإصلاح بوتيرة توافقية ليست وفق يعني رتم حزب معين أو تيار محدد. إذا سمحت لي ما بدي أخذ نعم ولا، بس عشان قبل ما نطلع بالفاصل، هل صفتكم كأحزاب وسط كانت سبب ربما بقلة تأثير ربما أو إقبال الناس عليكم، والناس متعودين يروحوا إما إسلاميين مع الإخوان وإما مع القوميين واليسار؟ يا سيدي أنا بس خليني يعني بعد إذن أخي محمد، يعني الحياة السياسية في الأردن يعني تعاني من تشوهات، ويعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. طيب نتوقف هون، نتوقف عند النعجة ولهم 99 نعجة ونعجة واحدة اتذكر، لكن بناخذ هذا المتابعة في هذا النقاش بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ابقوا معنا ثم نعود. طيب ليش مش شايفين حالك؟